أكدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة حرص واهتمام مملكة البحرين على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم بكل جودة وكفاءة، مثمنة التوجيهات الملكية السامية التي تحظى بمتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتسهيل مهمة حجاج مملكة البحرين في المشاعر المقدسة وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها الحجاج أو الحاج البحريني. جاء ذلك خلال لقاء سعادتها برئيس وأعضاء اللجنة الطبية ببعثة مملكة البحرين للحج، وذلك للتأكد من استكمال كافة إجراءاتهم واستعدادهم لرعاية حجاج بيت الله الحرام. وخلال اللقاء أشادت سعادة الوزيرة بالجهود الكبيرة التي تقوم عليها المملكة العربية السعودية الشقيقة وما توفره من إمكانيات وتسهيلات وخدمات لضيوف الرحمن لأداء فريضة الحج بكل طمأنينة وأمان. ولفتت سعادتها إلى استعداد وزارة الصحة لتوفير كل المتطلبات والدعم اللازم لأعمال اللجنة الطبية ببعثة مملكة البحرين للحج بما يصب في راحة الحجاج وتأدية مناسكهم بكل يسر.